السلام عليكم. طلاب المرحلة الثالثة قسم الإنتاج الحيواني، رحب بكم أجمل ترحيب مع سلسلة جديدة من درس التعليم الإلكتروني لمادة فسلجة الطيور الداجنة ضمن مقرر هذا الكورس الدراسي. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن وإنه بكل شيء بصير. الموضوع اللي حبيت أنه أطرحه في هذه المحاضرة محدثكم أستاذ مساعد دكتور علي صباح الحسني، تدريسي في قسم الإنتاج الحيواني لمادة فسلجة الطيور الداجنة. محاضرة هذا اليوم بعنوان فسلجة الجهاز الصمي في الطيور أو ما يعرف Physiology of Endocrine System. في البدء نأخذ فكرة المقدمة. يعد الجهاز الصمي أو Endocrine System هو الجهاز الثاني بعد الجهاز العصبي المهم في نقل المعلومات، حيث يقوم بدراسة كيفية الاتصال بين الخلايا وانتقال المعلومات مع بعضها البعض لغرض تعديل الوظائف الجسمية عن طريق العوامل الكيميائية الكيميكال ايجنتس كإشارات سيجنالز بدل عن الطرق الكيميائية في نشر العوامل بدل عن طرق الكهربائية بنشر العوامل. يعني الإشارات الكيميكال ايجنتس هي بديل عن الإلكتريكال باثوي في نشر عوامل الإشارة اللي هي سيجنال ايجنت مثل الجهاز العصبي. يعتمد الجهاز الصمي بشكل عام على الجهاز الوعائي الفاسكولار سيستم، يعني عن طريق الأوعية الدموية وانتشار العوامل الكيميائية خلال المجالات البينية الانترستيشال سبيسز للوصول إلى خلايا الهدف التارجت سيلز. الجهاز الصمي في الطيور على نوعين أساسيين من الغدد الفارزة مثل باقي الحيوانات الفقرية. أولا الغدد الخارجية الإفراز أو ما تعرف بالإكسكراين سيستم تفرز نواتجها عن طريق قنوات إلى المنطقة المستهدفة بداخل التجويف الجسمي أو عن طريق سطح الجسم. مثال هذا منه عندنا مثلا الغدد العرقية سويت جلاند، الغدد الدهنية الأول جلاند، الغدد المخاطية الميوكاس جلاند، والغدد الهضمية الدايجستيف جلاند. أما بالنسبة للنوع الثاني من الإفراز هو الغدد الداخلية الإفراز أو ما تسمى بالصماء أو ما يسمى بالإندوكراين جلاند، هاي تفتقد إلى وجود القنوات الإفرازية الداكتس جلاند، أي لذلك هي تفرز الهرمونات مباشرة إلى محتوى الدم. يشمل الجهاز الصمي نوعين من الأعضاء الفارزة للهرمونات. أولا الغدد الصماء اللي هي تؤلف الجزء الأعظم من الجهاز الصمي في جسم الطير، مثالها الغدة النخامية، الغدة الدرقية، الغدة الجار الدرقية، الأجسام الخيشومية، والغدة الأدرينالية، والغدة الصنوبرية. النوع الثاني هو الأنسجة الحاوية على خلايا فارزة للهرمونات، هاي يمكن إدراجها ضمن الجهاز الصمي مثل إيش؟ مثل تحت المهاد، التيموسية، المبيض، الخصية، الكلية، المعدة، الكبد، الأمعاء الدقيقة، الجلد، القلب، النسيج الدهني، والمشيمة. هذا الجدول اللي أمامكم يمثل نماذج مختلفة من إفراز الإفرازات الخلوية، مثلا الصمي الإندوكراين منتوج يفرز داخل الدم لغرض نقله إلى النسيج الهرمونات، الإكسكراين منتوج يفرز داخل القناة تفتح على سطح خارجي مثل إيش؟ مثل العرق، مثل العرق. الغدد اللفظ الخلوي أو ما يسمى بالأكسوسايتوسيس المنتوج المتحرر من الخلية الفارزة عملية تحليل الهرمونات.
الجزيئي المنتج بدون حدوث أضرار مرئية على الخلية الفارزة مثل إفراز الثايروكسين. الانسلاخي الأبوكراين المنتج من تحرر من سلاخ الجزء الخارجي أو القمي الأبيكال للخلية الفارزة مثل حليب الغدد اللبنية. الشامل أو ما يسمى بالأولوكراين المنتج المتحرر عند موت الخلية مثل إفرازات الغدد الدهنية. ومولد الخلايا السيتوجينيسيس مثل النطفة أو سبرماتوزوا. نجي الآن إلى موضوع هو رسائل العامل الكيميائي أو ما يسمى بالكيميكال ايجنت مسجز. كلا الجهازين العصبي والصمي لها علاقة بنقل المعلومات عبر الخلية أو ما يسمى بالسيل كوميونيكيشن. كلاهما يستخدم العوامل الكيميائية كرسائل، وتستخدم في ذلك مجموعة واسعة من الرسائل الكيميائية، وبعض منها يمكن إدراجه كهرمونات. هناك خمس أنواع من الرسائل التي تنتقل على هيئة عامل كيميائي. شنو هاي الرسائل التي تنتقل على هيئة عامل كيميائي؟ هي الهرمونات العصبية، النواقل العصبية، الفرمونات، والعوامل الحولية أو ذاتية الإفراز. الجزء الأول الهرمونات. الهرمون شنو أبسط تعريف إليه؟ هو عبارة عن مادة كيميائية تنتج بواسطة مجموعة خلايا متخصصة في الجسم تقوم بنقل المعلومات إلى مجموعة أخرى من الخلايا أو إلى الأعضاء المخصصة أو المحددة لغرض السيطرة عليها وتنظيم عملها، وهي تنتج من الغدد الصماء مثل النخامية الدرقية، جارات الدرقية، الكظرية، الأعضاء والأنسجة الصمية مثل أعضاء التناسل، جزء لانجرهانز في البنكرياس، المشيمة في الثدييات، وخلايا القنوات المعدية والمعوية، بعض من أنسجة الجسم الأخرى. هذه تعتمد الغدد الصماء على تجهيز الوعاء الدموي الغني في استلام الرسائل الكيميائية ونشر الرسائل. كل خلية منها تجاور منطقة الفراغ البيني أو الانتراسيلر سبيس، وذلك يساعد في زيادة حساسيتها للتحفيز وتقليل الوقت اللازم لاستجابتها. وتتميز وتتفرق الغدد الصماء من جميع الطبقات الجرثومية جيرمينال لاير، حيث التي تتطور من طبقة الإكتوديرم أو الإندوديرم، تفرز أنواع الهرمونات الثلاث المختلفة التالية. هذه اللي تتطور من طبقتي الإكتوديرم والإندوديرم، مثل الحوامض الأمينية المعدلة T3 T4 والإبنفرين والنورفينفرين. البيبتيدية مثالها شنو؟ مثالها ACTH وGNRH والPTH والكلاكاغون. البروتينية مثل الإنسولين الFSH الLH والGH. أما اللي تتطور من طبقة الميزوديرم فتنتج الهرمونات الاسترويدية المشتقة جميعها من الكوليسترول، مثالها الاستروجين والالدسترون والتستوستيرون والكوليسترول. تصنيف الهرمونات حسب التركيب الكيميائي تصنف إلى أربعة مجاميع رئيسية حسب التركيب الكيميائي. مثل إيش هاي المجاميع الرئيسية؟ هسه نشوف. أولاً عندنا الهرمونات المشتقة من الأمينات اللي أساسها أمينو درايفد هرمون، وهي مشتقة من الحامض الأميني التيروسين وتريبتوفان مثل الكاتيول أمينات والثيروكسين والميلاتونين. هذه من إيش مشتقة؟ من الأمينات. النوع الثاني نسميها الهرمونات البيبتيدية أو ما تعرف بالبيبتايد هرمونز. هذه تتألف من سلاسل من الأحماض الأمينية مثل إيش؟ من TRH والفازوبراجين والإنسولين وهرمون النمو. النوع الآخر هو الهرمونات السترويدية. هذه السترويد هرمون تشتق من الكوليسترول. تعتبر الغدد قشرة الغدة الكظرية والغدد الجنسية المصادر الرئيسية. مثال ذلك هرمون التستوستيرون والكورتيكوستيرون.
وتعد هرمون سرتال هرمون مثال الكورتيكوستر الكالسترول نظاما مشابها معه. الهرمونات الدهنية والفوسفوليبيدات اللي تشتق هذه من الدهون من حامض الدهن اللينولك، والفوسفوليبيدات من الحامض الأرشيدونيك، والمجموعات الرئيسية لهذه الهرمونات تسمى إيكوسندس، أي تشمل البروستاغلاندينات، تشمل هذه عندنا البروستاغلاندينات. إذن هذه عندنا صار نوعين من حسب التصنيف الهرمونات، إلى الهرمونات المشتقة من الأمينات والهرمونات البيبتيدية والهرمونات السترويدية والهرمونات الدهنية والفوسفوليبيدات. ننتقل الآن إلى انتقال وأيض الهرمونات. حال تحرر الهرمون داخل مجرى الدم يكون اما حرا في الدم مثل هرمون الكاتكولامينات والبيبتيدية والبروتينية، او يكون مرتبطا بحامل بروتين او ما تسمى بالكاريير بروتين مثل هرمونات السترويدية وهرمونات الدرقية. تنتقل الهرمونات في الدم بواسطة ارتباطها بنوعين من الحوامل البروتينية. شلون هاي النوعين من الحوامل البروتينية؟ اولا بروتين النقل غير الانتخابي او غير المتخصص، مثال شنو عندنا؟ مثال الالبومين. اثنين بري البومين اللي هو سابق الالبومين. هذين البروتينين عندهم قدرة على النقل غير الانتخابي لمجموعة واسعة من الهرمونات منخفضة الوزن الجزئي. تمتلك هذه البروتينات قدرة عالية في الارتباط الضعيف بالعديد من انواع المركبات. شنو هاي المركبات اللي يكون بها ارتباط ضعيف؟ مثل الهرمونات السترويدية، الحوامض الدهنية الحرة والكالسيوم. يدعى هذا الارتباط باللانوعي او يسمى النون سبيسيفيك. اما البروتينات النقل النوعية المتخصصة او ما يسمى سبيسيفيك ترانسبورت بروتينز، هذه تنتقل هذه البروتينات العديد من الهرمونات مثل الجلوبيولينات المنتجة في الكبد، تشمل الجلوبيولين المرتبط بالثيروكسين والجلوبيولين المرتبط بالتستوستيرون والجلوبيولين المرتبط بالكوليسترول. الميكانيكية مع تنظيم الهرمونات ينظم معظم إذا لم يكن جميع الهرمونات بواسطة نوع من أنظمة السيطرة الحلقية المغلقة أو Closed Loop Control System المعروف باسم ميكانيكية التغذية العكسية أو ما يسمى بالفيدباك ميكانيزم. ليش هذه الميكانيكية؟ لأن الكمية المتحررة والمفرزة يستشعر بها، وهذه المعلومة يعاد نقلها إلى الخلية الفارزة بواسطة طرق مختلفة. إذن يمكن اعتبار الجهاز الصمي بشكل عام عبارة عن سلسلة مرتبة من الأنظمة الحلقية المغلقة أو ما تسمى بكلوز لوب سيستم، التي تعمل بين الخلايا. بمعنى آخر تعمل الخلية المستلمة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الخلية المرسلة. لذلك تعتبر هذه الأنظمة أشكال أساسية في التنظيم الخلوي. هناك نوعان من الميكانيكية التغذية العكسية، هما النيجاتيف والبوزيتيف، السالبة والموجبة. الغدة النخامية، النمو الغدة النخامية من بين الغدد الصم التي تعتبر أكثر سيطرة على معظم أفعال بقية الغدد الصماء، لذلك يسميها البعض الغدة المايسترو. هذه تنسق وتسيطر على معظم الأفعال الحيوية التي تجري في جسم الطير. شلون؟ من خلال سيطرتها على بقية الغدد الصماء الأخرى. وين تقع النخامية؟ تقع النخامية في رأس الطير أسفل الدماغ، لذلك يطلق عليها أيضا اسم غدة أسفل الدماغ. هذه تستقر في تجويف صغير في العظم الوتدي يدعى بالسرج التركي، و
هذا يقع وين؟ في منطقة، في منطقة تسمى خلف التصالب البصري. وموقع النقامية بالقرب من تحت المهاد يعتبر مهما في تنظيم إفراز الهرمونات من قبل تحت المهاد. هذا هنا موقع الغدة النخامية البيتيوتر جلاند بالنسبة للدماغ في الوز من هذا المخطط. لاحظوا موقعها في هذا المكان. يمكن تصنيف النسيج الابتدائي للغدة إلى قسمين أساسيين، صمي وعصبي، حسب كل منشأ خلال مرحلة التطور الجيني. الجزء القاصي يتألف الغدي من هذا الجزء إلى الجزئين. الجزء القاصي أو ما يسمى بالبارس دلس اللي يمثل الفص الأمامي للغدة النخامية، والجزء الأنبوي. وهذه الغدة ما تحتوي على جزء وسطي كما هو الحال في نخامية الثدييات، في حين يتألف القسم العصبي من أولا الجزء العصبي اللي يسمى البارس نيرفاسا الذي يعتبر مرادفا للغدة النخامية الخلفية في الطيور، وسويقة القمع والبروز الوسطي. يفرز الجزء القاصي البعيد للغدة النخامية في الطيور مجموعة كاملة من الهرمونات. الجزء البعيد شنو هاي الهرمونات اللي يفرزها الجزء البعيد؟ يفرز الهرمون اللوتيني او ما يسمى بهرمون الإباضة الـ LH، هرمون محفز الجريبات الـ FSH، هرمون محفز الدرقية الـ TSH، والبرولاكتين، هرمون النمو، وهرمون مغذي القشرة الأدرينالية. يجهز الفص الأمامي للغدة النخامية بالدم بصورة جيدة بواسطة أوعية دموية بوابية، ويتم السيطرة على الفص الأمامي للغدة النخامية بواسطة الأوعية الدموية البوابية عن طريق إفراز عوامل الإطلاق أو ما يسمى بالريليزينج فاكتور، عوامل مغذيات النخامية في البروز الوسطي. وتكون الغدة النخامية الخلفية في النهايات العصبية الفارزة تفرز لنا هرمون الميزوتوسين و AVT. هذني يتم تخليق هذين الهرمونين في أجسام الخلايا العصبية تحت المهاد، ومن ثم نقلها إلى النخامية بواسطة محاور اللي هو الموديفايد أكسل. هذا الهايبوثالاماس يحرر لنا الريليزنج هرمونز إلى الجزء الأمامي، وبعدين يتحرر إلى التارجت جلاند ويسوي الهدف مالته. الخلايا الفارزة للهرمونات. الفص الأمامي للغدة النخامية في الطيور كما هو الحال في الثدييات يتألف من 3 أنواع من الخلايا. أولا الخلايا الحامضية ما يسمى بالأسلفلس، هذه تنتج هرمونات البرولاكتين والGH. ثانيا الخلايا القاعدية البيزوفلس، هاي تنتج هرمونات الـ FSH والـ LH والـ TSH. ثالثا خلايا نافرة للصبغة أي غير فارزة لأي هرمون، تمثل طور الراحة بالنسبة للخلايا الأخرى، وقد ينشأ منها خلايا نشطة ومفرزة للهرمونات فيما بعد. الجانب الآخر اللي نتحدث عنه هرمونات مغذية للجنس أو ما يسمى بالجونادوتروفين هرمون. يقصد بهرمونات مغذيات الجنس هرمون الـ FSH والـ LH اللي هي عبارة عن هرمونات تركيبها جلايكوبروتينز، ويتألف كل واحد منها من فرعين سابيونت من السكريات البروتينية هما ألفا في هرمونات الـ TSH والـ FSH والـ LH، والوحدة بيتا في نشاط تكون خاصة بكل هرمون، وكل الوحدات مهتمتين في النشاط البيولوجي للهرمون.
وضعف مغذيات الجنس في الإناث، دور الأف كل من الألج والأفس سيطر على المبيض والخصيتين في الطيور يصبح أكثر وضوحا. هذا الدماغ الهايبوثالاموس الدخامية تفرز الجي ان ار الهايبوثالاموس الجي ان ار اتش والال اتش ار اتش، هذه يشتغل على البيتيوتري جلاند راح تفرز الاف اس اتش والال اتش، انه يعني يشتغل على المبيض والخصيتين، وبكل حالة يؤدينا كل جزء منه من الاسترادول والبروجسترون والأوفيليشن بالنسبة للمبيض وتستسترون والسبرماتوجينيسيس، يحفزنا الاسبرماتوجينيسيس بالنسبة للذكور. هرمون اللوتوني او ما يسمى بهرمون الإباضة لوتنايزك هرمون، هذا له دور اساسي في احداث الاوفيوليشن في احداث الإباضة. الادوار الاخرى لعمل هرمون الال اتش تكون في تحفيز تخليق الهرمونات السترويدية ستيرويد جينيسيس، ويرفع هرمون الال اتش من انتاج البروجسترون والتستوستيرون في مبيض الدجاج البياض، ويخفض افراز كل منشط مولد انزيم البلازمين والخلايا المرتبطة به بواسطة الخلايا الحبيبية للجريبة الاكبر. ايضا يحفز الال اتش على انتاج الاندستريونز في خلايا القراب التيكا في الجريبة الثانية الأكبر، وكذلك إفراز إنتاج البروجسترون والإسترادايول والإندستريون والدي اتش اي اي من خلايا القراب في الجريبات الصغيرة التي يبلغ قطرها حوالي من 6 إلى 8 مليمتر. إن الآلية التي يؤثر فيها الال اتش على الخلايا تكون بواسطة الأدينيل ساكليز أو ما يعرف بال والCAMP، في حين يكون تأثيره على الخلايا الحبيبية من خلال أيضا ومن ثم بتحريك الكالسيوم. هرمونات محفز الجريبات او ما تسمى بالفوليكل ستيميليشن هرمون، هذا شيء يسوي، هذا يؤثر في الجريبات الصغيرة والكبيرة، ولكنه لا يؤثر في الجزء في الجريبة الاكبر الافون قبل الاباضة. النقطة الثانية يعمل على تحفيز تكوين CAMP وافراز البروجسترون من خلال طبقة الجرانيلوسة في المرحلة المتوسطة من النمو مثل الـ F5. يعمل الـ FSH على زيادة إنتاج الـ CAMP والبروجسترون والأندسترون والإسترادول من قبل خلايا القراب للجريبات الصغيرة التي يتراوح حجمها من 6 إلى 8 ومن 9 إلى 12. يحفز الـ FSH على نضج الخلايا الحبيبية للجريبات الصغيرة التي تبلغ أن تمتلك القدرة على الاستجابة للاف اس اتش والال اتش او السي اي ام بي مع زيادة انتاج البروجسترون. وضعف مغذيات الجنس في الذكور، يعتبر كل من ال اتش والاف اس اتش اساسيان في السيطرة على وظائف الخصية في الديك. الاف اس الال اتش يعمل بالدرجة الاساس على تحفيز تفريغ خلايا لايدك وانتاج هرمون التستوستيرون. أما الـ FSH إلى وظائف رئيسية، يمثل دوره الرئيسي في تحفيز عملية السبرماتوجينيسيس، يزيد حجم الخصية في الذكور المخصية أو السليمة، يزيد من حجم النبيبات البنوية سمنا فرنسي تيوبيولز، ويعزز من عملية تفريغ خلايا سرتولي، وليس له تأثير أو تأثير ضعيف في إنتاج هرمون التستوستيرون. نجي على مغذي الدرقية TSH.
كما ذكر أن التي اس اتش للطيور يشابه مثيلاته في الثدييات، يتألف من وحدتين فرعيتين من السكريات البروتينية الألفا والبيتا، ويقع إفرازه تحت سيطرة محفزة لخلايا هرمون محرض مغذيات الدرقية المفرز من تحت المهاد. هنالك أدلة تشير إلى بدء عمل محور تحت المهاد النخامية الدرقية في منتصف مدة النمو الجنين. أهم وظائف الـ TSH: تحفيز نمو الدرقية، زيادة تحرير الـ T3 والـ T4 من الدرقية في بلازما الدم، وفي ظروف خاصة مثل انخفاض الحاد في تركيز الـ T3 في الدرقية مع إمكانية التحول السريع للT4 إلى T3، وقد لا يعمل TSH بشكل مباشر على زيادة تحرير T3 من الدرقية، بل يقوم بتحفيز عملية تحرير T4 من الدرقية الذي يتحول بسرعة إلى T3. النوع الآخر هو هرمون النمو Growth Hormone، أو يسمى بالسوماتوتروبين. أهم وظائف هرمون النمو مهم في النمو الطبيعي، لذلك فإن فقدان الجروث هرمون أو انخفاض مستوى عن الحد الطبيعي لسبب أو لآخر مثل استئصال النخامية يؤدي إلى انخفاض كبير في وزن الطير. النقطة الثانية، يعتقد أن عمل هرمون النمو على الطيور الجسمية عن طريق رفع تركيز عامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 في الدم من خلال تحفيز انتاج IGF-1 من الكبد. يؤثر الجروث هرمون في ايض الدهن لمدة قصيرة، فقد يؤدي الى تحفيز التحلل الدهني lipolysis او العكس، وكذلك خفض تصنيع الدهن. يؤثر الجروث على قشرة الكظرية ويحفز كذلك الجهاز المناعي بالنسبة للطيور. السيطرة على إفراز هرمون النمو تقع في تحت المهاد، وهناك على الأقل 3 عوامل رئيسية تؤثر على النخامية في الطيور، 2 منها محفز وثالث مثبط على إفراز الـ TH. منها الـ TRH هو عامل محفز، والـ GH Releasing Factor عامل محفز، والسوماتوتروبين سوماتوستاتين الاس ار اي اف مثبط. بالإضافة إلى ذلك العوامل الرئيسية الثلاث، فهنالك عوامل عديدة ثانوية تسيطر على إفراز هرمون النمو، مثل ارتفاع مستويات T3 في الدم يثبط تحرير GH، وكذلك الحرمان الغذائي لمدة محدودة يرفع مستواه في البلازما. نجي الآن إلى هرمون البرولاكتين. البرولاكتين وظيفته إنتاج حليب الحوصلة الكروب ميلك في طيور الحمام واليمام، وكذلك إلى دور في انقسام خلايا المخاط لغدة كيس الحويصلة الحوصلة، أو ما يسمى بالكروب ساك جلاند. يشترك الهرمون في إلى دور في سلوك الطيور خلال فترة الرقاد، يعمل على خفض إفراز هرمونات مغذية الجنس للأفسج والألرج، وكذلك يؤدي إلى ضمور المبيض. يشترك في عدم استجابة الطيور للضوء، ويلعب دورا مهما في التنظيم الإزموزي لسوائل الجسم المختلفة. السيطرة على إفراز البرولاكتين، حيث تقع السيطرة على إفراز البرولاكتين في تحت المهاد التي تعد سيطرة محفزة، على الرغم من احتمال وجود بعض العوامل التثبيطية. أهم هذه العوامل هي: بعد البيبتيد أو ما يسمى بالفي آي بي، من أهم عوامل تحت المهاد النخامية المحفزة على إفراز البرولاكتين، وقد تم تشخيص الفي آي بي في تحت المهاد. ثانيا، هرمون محرر مغذي الدرقية TRH، هذا يفترض أنه أحد
عوامل افراز البرولاكتين. يساعد الارجينين فازوتوسين على افراز البرولاكتين. عوامل تحفيزية اخرى مثل PHI ممكن ان يحفز انفراز البرولاكتين في الديك الرومي. والدوبامين يعمل على تثبيط افراز هرمون البرولاكتين في الطير. نجي الان الى هرمون مغذي الكظرية او ما يسمى بالACTH. ACTH وظيفته تحفيز خلايا قشرة الكظرية لإنتاج الهرمونات القشرية كورتيكالز هرمون، ويؤثر على الجهاز العصبي مباشرة على سلوك الطيور بشكل عام. هذا فيما يخص الجزء الأول. فيما يخص الجزء الثاني عندنا النخامية العصبية أو ما يسمى بالنيرو هايبوثالم هايبوفيسز. شعدنا بهذه عندنا هرموني الAVT والMT. بناء على التشابه في التركيب الكيميائي إلى حد ما عملها الفستجي، فإننا سنتكلم عنها سوية. أمكن تمييزها في الطيور حيث هرمون ضد الإبالة الAVT، وكذلك ذو الأساس الأوكسيتوسيني الMAT. نلاحظ التركيب الكيميائي للأرجينين أوكسيتوسين ماني أرجينين أوكسيتوسين اللي هو AVT، وهذا التركيب الكيميائي الآخر للMT. يختلف الAVT في الطيور الأرجين فازوبروجين الذي يعد هرمون ضد الإبادة في الثدييات بحامض أميني واحد في الموقع 3، بينما الMAT في الطيور يختلف عن مثيله الأوكسيتوسين في الثدييات في الموقع 8، حيث تحمل الغدة النخامية على مستويات مرتفعة من الAVT والMT. وظائف الAVT ينجز العمل الرئيسي لهرمون الAVT في الوظائف الكلوية والتكاثر، وليس هنالك من شك أن الAVT يعد الهرمون الرئيسي ضد الإبالة. الفائدة الأخرى هو وضع البيض أوفوبوزيشن. تقلصات رحم الدجاج يتم الاستجابة إلى الAVT وليس الMT، والميكانيكية التي يعمل من خلالها الAVT هي تحفيز الAVT البروستاغلاندينات الموقعية في الرحم مسببة تقلص عضلات الرحم. لذلك يلاحظ أثناء وضع البيض شو يصير عندنا؟ يصير عندنا ارتفاع عالي في تركيز الAVT بشكل دائم في الدم، حيث لم يشاهد أي تغيير في تركيز الMT في هذه الأثناء. وليس فقط ترتفع تركيز الAVT بشكل كبير خلال وضع البيض، بل ترتفع أيضا حساسية الرحم للAVT. أدوار أخرى ربما تقوم الببتيدات النخامية العصبية الAVT والMT في السيطرة على هرمونات أخرى في الطيور. على سبيل المثال الAVT يحضر البرولاكتين وأيضا إفراز الACTH. وظائف الMT قليلة تتعلق بالدور الفستجي في الطيور، فعلى خلاف مثيله في الثدييات يظهر أمتي أنه لا يعمل على تقلصات الرحم ولا يؤثر حقن الأمتي في الدجاج على المؤشرات القلبية الوعائية الرئيسية المتعلقة بضغط الدم وسرعة القلب، ولا يحدث الأمتي تأثير في جريان الدم في بعض الأعضاء كالتي يحدثها خفض الحرارة الساق والعرف، ويقود حقن الأمتي إلى خفض تركيز الألدسترون في الدم. الجزء الآخر هو الغدة الدرقية. الغدة الدرقية عبارة عن زوج من تراكيب صغيرة بيضوية الشكل مجهزة بالأوعية الدموية واقعة في منطقة الجهة الباطنية للقصبة الهوائية.
تحديدا اسفل منطقه الشريانين تحت والشريانين والشريان السباتي العام. ينتظم نسيج الغده ويتالف من حويصلات او جريبات كرويه، هذه تتالف جدرانها من خلايا ظهاريه البيثيريال سيلز، تحيط تجويفا مملوء بماده غرويه الكلود. تحوي الماده الغرويه على جلوبين الغده الدرقيه الثيروغلوبين وهرمون الغده الدرقيه الحاوي على البروتين الثيروبروتين، ولا تحوي درقيه الطيور على الخلايا الفارزه لهرمون الكالسيتونين والمعروفه باسم جنيبات الحويصلات او جريبات البارافوليكال سيلز الموجوده في الثدييات. بدل من ذلك تحوي على اعضاء واجسام خيشوميه تكون منفصله عن نسيج الدرقيه في الطيور. هذا قدامنا هو مقطع تشريحي للحويصلات وممليه بالماده الغرويه بالنسبة للغدة الدرقية، ويلاحظ وجود أيضا النسيج البيني بين الخلايا. تخليق إفراز الهرمونات الغدة الدرقية، هذا التخليق اللي هو من الام اي تي يتكون عندنا التي 3، ومن الدي اي تي يتكون عندنا الـT4 اللي هو T3 وT4 بالنسبة غدة الدرقية. تعتبر مصائد اليود فعالة جدا في الامساك في اليود، ويمكن إجمال عملية تصنيع وإفراز الهرمونات الدرقية بعشرة خطوات رئيسية كما في المخطط، اللي هي مسك وحجز اليود، أكسدة اليود، تصنيع كلوبينات الدرقية والخروج، الإكستروسايتوسيس، تفريغ الكلوبينات الدرقية من خلال الحويصلات وخروج المادة الغلوية، إضافة اليود، الربط، ربط جزيئة التيروسين حوي على اليود لتشكيل التي 3 والتي 4، ودخول الإندوسايتوسيس، مركب الثيروغلوبين الحاوي على التي 3 والتي 4 الى داخل الخلايا الحويصله، والتحرر البروتيني اي تحلل دي اي تي والام اي تي وتحرر تي 3 والتي 4، وسحب اليود من الام اي تي والدي اي تي، بذلك يتحرر من كل من اليوديد والتيروسين التي تغادر خليه الحويصله او يعاد ادخالها في عمليه تصنيع التي 3 والتي 4 بصورة جديدة ولمرة أخرى، وإفراز هرمون التي 3 والتي 4. هذا تصنيع هرمونات الدرقية بواسطة الخلايا الإبثيلية للحويصلات. المحور الآخر هو محور تحت المهاد النخامية الدرقية، تقع الغدة الدرقية في الطيور تحت سيطرة محور تحت المهاد النخامية الدرقية التي تفرز تحت المهاد في الطيور هرمونين، هما هرمون المحرر المغذي الدرقية التي ار اتش والسوماتوستاتين، ويمتلك التي ار اتش قوة محفزة، بينما يمتلك الهرمون الثاني السوماتوستاتين قوة مثبطة على الغدة النخامية. هرمون محفز الدرقية التي اس اتش يعتبر المسيطر الأقوى على إنتاج وإفراز الهرمونات الدرقية، حيث تعمل هرمونات الدرقية عن طريق ميكانيكية التبرية العكسية السالبة على الغدد النخامية وتحت المهاد. هذا هو المحور الهايبوثالامس، يشتغل على تي ار اتش الجزء الامامي، ويؤثر على الغدة النخامية بافراز هرموني تي 3 والتي 4، هذا ميكانيكية التغذية العكسية السالبة. تأثيرات هرمونات الدرقية، أولا الأيض تعتبر هرمونات الدرقية المسؤول الأول في ذلك الجزء المتعلق بإنتاج الحرارة الأيضية ميتابوليك هيت برودكشن الضرورية للبقاء
والمحافظة على درجة حرارة الجسم والتدريات متجانسة الحرارة. لأن التطور تأثر هرمونات التغيير في جميع نواحي النمو مثل النمو والتفريق والنضج في الطيور. الفقرس أو نزع الريش والتكاثر تعتبر هرمونات تغيير داخلية مهمة في العديد من الفعاليات الحيوية مثل الفقس وعملية التنفس ونزع الريش والتكاثر في الطيور. الغدة الأدرينالية عبارة عن زوج من الغدد تتألف من نسيجين هما عظام أليف الكروم والنسيج الثاني القشرة، وتقع الغدة أمام وفوق الكليتين وتستلم الغدتان دم الشريان مباشرة من فرع الشريان الكلوي وتصل إلى الأعصاب الودية إلى العقد الأمامية والخلفية الموجودة على الغبط حول منطقة المحفظة للغدة. لا تنقسم الغدة الكظرية في الطيور بشكل واضح إلى جزء القشرة الخارجي وجزء اللب الداخلي كما هو الحال في الثدييات. فالنسيجين أليف الكروم والقشري تتداخل مع بعضها البعض في الطيور، ويؤثر النسيج أليف الكروم حوالي 15 إلى 25% من نسيج الغدة، ويوجد في الكظرية الطيور نوعين من خلايا أليفة الكروم، الأول تفرز هرمون الإبنفرين والثانية تفرز هرمون النورإبنفرين، ويمثل النسيج القشري 70 إلى 80% من نسيج الغدة. هرمونات القشرية: يعتبر الكورتيكوستيرون الهرمون الاسترويدي الرئيسي الذي يفرز من كظرية الطيور، وبدرجة أقل يفرز الألدوستيرون. أما بقية الهرمونات القشرية فيتم صناعتها وإفرازها وخاصة في الأجنة التي تضم الكورتيزول والكورتيزونين. ويظهر أن الكظرية تمثل المصادر الأكثر أهمية في إنتاج التستوستيرون من الخصيتين في أجنة الدواجن. كذلك وجد أن بعض من الألدوسترول في الاستراديول في كظرية أجنة الطيور تتم السيطرة على إفراز السي اس في الثدييات بواسطة الاي سي تي اتش المفرزة من النخامية استجابة لعامل انطلاق مغذي الجنس أو ما يسمى بالسي ار اف. هناك أدلة كافية تؤكد وجود محور تحت المهاد النخامية الكظرية الهايبوثالامو هايبوفيزيال ادنال اكسس ويحفز الاي سي تي اتش على افراز السي اس بشكل سريع بحدود 5 دقائق، وهذا يعتمد على الجرعة ايضا. ويعمل كل من السي اس والهرمونات القشرية السكرية تغذية تأثيرا تغذويا عكسيا سالبا تحت المهاد والنخامية في الطيور، وتتم السيطرة بدرجة عالية من الألدوسترون في الثدييات عن طريق نظام أو ما يسمى برانين ايجنت سيستم. برانين يتحرر خلايا لسيقة الكبيبة للكلية استجابة للمحفزات بانخفاض تركيز الصوديوم وانخفاض حجم الدم، ويعمل رنين على المادة الخاضعة بفعله رنين سبستيت الموجودة في الدم والمعروفة باسم تكوين الأجنيتسول في الذي يتحول إلى الأجنيتو ويحفف إفراز الألدوسترون. ويظهر أن تنظيم إفراز الألدوسترون في الطيور ينظم ولو جزئيا بواسطة نفس النظام السابق المستخدم في الثدييات، حيث تعتبر الهرمونات الاسترويدية بشكل حر تعبر الهرمونات الاسترويدية بشكل حر من خلال جدران الخلايا التي تعمل عليها. وقد لوحظ وجود مستقبلات خاصة للسي اس في الدماغ والكبد والكليتين والرئتين والنسيج اللمفاوي والغدد الملحية في الطيور. أما بالنسبة للألدوسترون فكانت في الكليتين فقط. ويمكن تقسيم الهرمونات القشرية الكظرية في الطيور إلى 3 هرمونات، إلى هرمونات قشرية سكرية وهرمونات قشرية معدنية.
وبرغم خفضها لتناول الطعام فإن حقن CS وبكمية وبقية هرمونات القشرية تؤدي إلى خفض النمو بشكل حاد في الطيور ويرافق انخفاض ورافق ذلك انخفاض في وزن الجسم وزيادة في ترسيب الدهن نتيجة لزيادة نشاط عملية تخليق الدهون أو ما يسمى باللايبوجينيسيس من قبل الكبد المتضخم وكذلك التغيير الحاصل في عملية التحلل الدهني حيث لوحظ أن هرمونات القشرية السكرية تلعب دورا ضعيفا في عملية تحلل الدهن في النسيج الدهني ويعمل CS أيضا على زيادة كل من تهدم البروتين العضلي الصافي و نت مصل البروتين ورفع الجلوكوز والبلازما والكلاكوجي في الكبد عن طريق تحفيز عملية تخليق السكريات بالمصادر غير كربوهيدراتية. وبالرغم من حصول انخفاض في عدد خلايا الليمفية تزداد مجاميع الخلايا البيضاء الحبيبية نسبتها خلال تعرض الطيور إلى الإجهاد نتيجة لمعاملتها بالهرمون القشري. وعلى ضوء ذلك فإن الدفاعات ضد الالتهابات البكتيرية تتم عن طريق خلايا البلعمية، فليس من المدهش أن نلاحظ أن الإجهاد الناتج بفعل هرمونات القشرية الكظرية قد يرتفع من مقاومة الطيور للالتهابات البكتيرية كما شرحنا نتيجة لزيادة عددها. نجي الآن إلى هرمونات اللب بدلري هرمون. هذه تصنع هرمونات الكاتيكول أمينات في خلية أليفة الكرومفيل الكظرية وكذلك في أنسجة الجسم الطير الأخرى مثل الخلايا العصبية بعد العقدية والخلايا العصبية للدماغ. ويعرف القليل حول تنظيم نشاط لب الكظرية وتحفيز هرمونات القشرية الكظرية من صناعة وتحرير الN والNE في الطيور، ويحفز الـ ACTH تحريرها أيضا على الرغم من أن الN والNE والE الخارجية تؤثر على أيضا السكريات والدهون. إن الجهاز الوعائي القلبي وتحرير الهرمونات في الطيور، وليس من المؤكد أن الأفعال الفسلجية قد تعود إلى الكاتيكولامينات الناتجة من كظرية الطيور، ويحفز الإي تحلل الكلاكولين في خلايا الكبد وفي دراسة خارج الجسم، ولوحظ أن الإي حفز أيضا عملية تكوين السكريات من مصادر غير كربوهيدراتية إلى النسيج الكبدي ويقوم بنفس الدور الأني ولكنه بدرجة أضعف. وتساهم الكاتيكول أمينات في المحافظة على ضغط الدم للطيور، ويعتبر الاعتقاد العام أن الكاتيكول أمينات الكظرية تمثل الخط الدفاع الأول حيث يمثل إفرازها جزء من التفاعل الإنذاري اللين رياكشن للحيوان، ويرفع الإجهاد الحرارة الحاد من تركيز الإي والأني في الدم الطيور، ولكن عندما يصبح الإجهاد مزمنا فلا يكون هنالك تغيير في تركيزها. والأشجار الدرقية يعتبر الكالسيوم أحد العناصر الأكثر كفاءة في تنظيم مكونات البلازما في الطيور التي تضم جميع الهرمونات التقليدية المنظمة للكالسيوم. كالسيوم ريجوليشن هرمون مثل هرمونات جار الدرقية PTH الباراثايرويد جلاند والكالسيتامين والشكل الفعال لفيتامين D 3 التي تختلف حساسيتها وفعاليتها تماما عن الثدييات. ويمكن الإدراك الآن بوجود عوامل مفترضة لتنظيم الكالسيوم والعظم مثل البروستاغلاندينات والبيبتيد المرتبط بالكالسيوم التي تؤثر أيضا في أيضا الكالسيوم بطرق تختلف كثيرا عن الثدييات، وقد يكون ذلك مرتبطا إلى حد ما باحتياجات العالية للكالسيوم من خلال تكون قشرة البيضة، بالرغم أن متطلبات أيضا الكالسيوم في الطيور النامية تشابه في الأساس الحيوانات الثديية النامية. الغدة جارات الدرقية عبارة عن أربع غدد متطورة من طبقة الأديم الباطن في أجنة الدواجن البالغ،
تتألف الغدتين موجودة في كل جانب من الرقبة من غدة أمامية كبيرة وأخرى خلفية صغيرة، وتلتصقان الاثنان مع بعضها وتلامس الغدة الأمامية الجانب الخلفي من الغدة الدرقية، ويجهز الدم بواسطة فروع الشريان السبات العام، ويتم إفراغه من الغدة بواسطة الوريد الوداجي الجيجولار فينت، وكل غدة تحاط بنسيج موصل في الدواجر ولون الغدة عموما الأصفر، أما طولها 2×2×0.9 ملم، وتتألف الغدة من خلايا رئيسية متينة. اللي هي تشيف سيلز، ويظهر أن الخلايا الرئيسية في الطيور هي المسؤولة عن صناعة وخزن وإفراز هرمونات جارة الدرقية. سبب استئصال جارات الدرقية في البطن، يسبب استئصال جارات الدرقية في البطن والحمام انخفاضا شديدا في مستوى الكالسيوم في الدم، مما أنتج عنه تكزس شديد والموت خلال 48 ساعة، في حين أن إضافة فيتامين دي أو حقن الكالسيوم مكن أغلب الطيور من العيش. ويتم رزم هرمون جارات الدرقية على شكل حبيبات محاطة بأغشية لغرض خزنه في الخلايا الرئيسية. الأهداف الرئيسية لعمل الـ PTH في الطيور كل من الكليتين والعظام، ويسبب PTH زيادة في إبراز الفوسفات مع البول، ويظهر إفراز اللبيبات الكلوية يلعب دورا في ذلك، وتشترك أيضا بشكل جزئي عملية إعادة امتصاص الفوسفات في النبيبات الكلوية على الأقل في الدجاج البياض. ويشترك الـ PTH أيضا في تنظيم كل جهاز الصمي لفيتامين D في الكلية الطيور، وذلك بزيادة التصنيع الكلوي للشكل الهرموني لفيتامين D3. الأجسام الغلصمية النهائية، تقع الغدة الغلصمية النهائية للطيور خلف جارات الدرقية في كل جانب، هي عبارة عن زوج من الغدد التي يكون شكلها غالبا غير منتظم، في بعض الأحيان يكون مستطيلا أو مزدوج التحدب، يتراوح طولها من 1 إلى 3 ملم في الطيور وفي الدواجن 2 إلى 3 ملم، وتجهز الدم بأحد فروع الشريان السباتي، ويخرج الدم منها بواسطة وريد صغير يصب في نهاية الوريد الوداجي. تشتق الخلايا الفارزة لهرمون الكالسيتونين خلايا سي في الطيور من الجيب البلعومي السادس، وخلايا سي تختلف في أصلها عن الخلايا الرئيسية للغدد جارات الدرقية التي تشتق من الأديم الباطن الغلصمي. وخلايا سي بشكل عام تهاجر لتكون الغدد الغلصمية النهائية في الطيور، ويمكن أن توجد مشتركة مع نسيج جارات الدرقية كما في الدجاج وكما ومع الدرقية كما في الحمام. يتألف الكالسيتونين من 32 حامض أميني، ولاحظت الدراسات المتعلقة بالسمان الياباني زيادة تركيز الكالسيتونين في بلازما السمان الياباني خلال 6 أسابيع قبل النضج الجنسي وبقليل في كلا الجنسين، وعندما تبدأ الإناث بوضع البيض ينخفض تركيز الكالسيتونين في البلازما، بينما كان هناك انخفاض بسيط في الذكور أن النضج الجنسي، حيث يظهر أن تركيز عيارات الكالسيوم في السيطرة على إفراز الكالسيتونين عن طريق التغذية العكسية السالبة القصيرة short loop of negative feedback control أقل أهمية، وخاصة في الطيور من السيطرة على إفراز الـ PTH. لقد تأكد أن أحد الأدوار الرئيسية للكالسيتونين في الطيور كما في الثدييات مقارعة ارتفاع الكالسيوم في البلازما أكثر منه خفض الكالسيوم في البلازما. الدور الرئيسي الآخر للكالسيتونين في الثدييات هو لحماية الهيكل العظمي من الارتشاف المفرط وخلال وقت نقص الكالسيوم، وعلى سبيل المثال خلال وقت الحمل والرضاعة، ومحتمل أن يلعب الكالسيتونين في الطيور دورا مهما التي في الطيور اللي تضع البيض. هناك أدوار محتمل يلعبها الكالسيتونين في الفقريات
مثل دوره في عملية التنظيم التناضحي وتنظيم الفوسفات. وشكرا جزيلا لإصغائكم.